الو الو ايوه ازيك يا اسامه؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. ازيك؟ الحمد لله بخير والله. اتعرف بيكي؟ انا اسمي سلوى ودلع ميشو. ميشو؟ اه ميشو. طيب ام اسكندريه اجدع ناس. و عايزه ابعت مسج كده لجوزي اسمه حماده. عايزه اقول له ما يزعلش مني عشان هو بيسافر وهو بقاله شهرين ما بيكلمنيش. انت عملتي ايه الدرجه دي زعله قوي كده؟ مش انا اللي عملته، هو حصل سوء تفاهم يعني بدون خوض في تفاصيل اهله. اوكي، اولا ربنا يهديهم ويصلح حالهم، هو عارفهم كويس قوي. تمام، بس انا مش فاهمه هو ما بيكلمنيش ليه. هو يمكن زعلان منك بسبب الموقف اللي حصل بينك وبين اهله. مش عارف بس هو شاهد وعارف كويس قوي. كل واحد فينا عارف اهله بيعملوا ايه، خلي بالك يعني. يبقى فاهم اهله كويس. انا مش زعلانه، انا اللي همني هو. عايز اقول له ان انا بحلم بيه كل يوم، بشوف كل يوم. طب هو مسافر بعيد قوي ولا يعني مسافر جوه مصر؟ لا يعني تقدر تقول جوه مصر، بس بعيد شوية. بعيد شوية اه. تمام، لدرجة ان هم اتحكموا في موضوع ان انا اسافر له المحافظة اللي هو فيها. ممنوع عني ان انا اسافر له، يعني ولا صوت ولا صورة. تمام، بحكم ان انا قاعدة مع الولاد وكده. طب انت لو خدتي ولادك دلوقتي وسافرتي ايه اللي هيحصل؟ ما ينفعش. ليه؟ يعني التزامات ومدارس وامتحانات وحاجات كده يعني. حلو قوي، خميس وجمعه تروحي تصلحي جوزك. انا مش غلطانه. ما انا عارف، بس ممكن تقولي له انا عايز افهم بقى هو في ايه. انا مش غلطانه وجايه لك علشان انا باقي على العشره وعلى العمر اللي فينا. في ايه؟ ده عمر وحواديت خلاص. ما انا عشان كده بقول لك تاخدي الولاد وتروحي تقولي له في ايه. انا مش غلطانه وجايه لك بنفسي لحد عندك ومش هعمل كده تاني. بس ينفع ما تسألش عليا مهما كان الزعل، وما تسألش على ولادك شهرين؟ ينفع؟ مش عارف. قولي له ينفع ما ينفعش الكلام اللي انت بتقوله ده. على فكرة دي خطوة ممكن تكون بادرة كويسة جدا منك. تمام، بس انا مش عارف بالظبط ايه اللي حصل. هل حصل اهانة لكرامته؟ هل حصل اهانة لكرامتك؟ هل حصل؟ عشان انا هي التانية بس اهانة لكرامتك انت من اهله. بس انا متعودة ان انا بعدي وبصوت، مش عشان اي حاجة. انا مش ست ضعيفة على فكرة. انا بعدي بصوت عشان هو عندي اهم حاجة بعد ربنا. هو لازم يفهم ده. وانت كمان لازم تتعودي انك يعني لما يكون في موقف زي ده تقعدوا تتناقشوا فيه، ما يبقاش بخناق وقفش. لا، هو مش بيتخانق ومش بيقفش، هو بيراعي ربنا فيهم قوي، لدرجة ان هو في يوم من الايام، هو سمعنا دلوقتي لان انا عارفة ان هو بيسمعك. هو في يوم من الايام قال لي انا بعامل ربنا فيهم، انا عارفهم كويس قوي وبعامل ربنا فيهم. ما علينا، هم ما يعنوليش في حاجة يعني، مش ما بقوش حاجة بالنسبة لي. هم بقوا عاملين بالنسبة لي زي ما بتقعد تتفرج على ممثلين في التلفزيون. ولا احنا الكلام ده ممكن يزود الطينة بلة، فبلاش نقوله. والله لا، اسمعي كلامي. طيب لا يعني لا بالسالب ولا بالموجب، لا بحب ولا بكره. انا بالنسبه لي هم اشخاص، الفضل الاول والاخير ليهم دلوقتي ان هو موجود في حياتي، بس لان هو يعني اهم حد عندي في الدنيا هو. طب انت حاولتي تكلميه في التليفون؟ حاولت وبحاول، وهو عارف ان انا قوي. وعايز اقول له ان هو وحشني جدا مع عقله ما يتخيل. طيب خليني انا اوجه له كلمه من خلال برنامج، اتمنى ان يكون سامعها يعني. اتمنى ان يكون سامع الحلقه النهارده. يا ريت. هقول له بس حاجه ببساطه مطلقه كده، ان البيوت مش حاجه صغيره. البيوت دي اوطان. كون انك تكون رب اسره زي ما تعودنا على الكلمه دي كلمة كبيرة جدا. لما يصفوا الزوج أو الأب بكلمة رب الأسرة، دي كلمة مش سهلة، ولا يجوز لرب الأسرة أن يترك رعيته. لو مراتك
خطأتش في حقك، ما أهنتكش، ما تسببتلكش في حرج، ما سرقتكش، ما خانتكش، ما عملتش أي حاجة، والخلاف ما بينك وما بين يعني زوجتك بسبب أهلك أو أهلها، ده لا يعني بأي شيء من أشياء من يعني بأي طريقة من الطرق إنك تسيب زوجتك وأولادك. لا، ممكن ليها بدل الحل مليون حل، بس ما تتركش بيتك، ما تتركش عرضك، ما تتركش شرفك، ما تتركش لحمك. ما يستاهلش أي حاجة في الدنيا إن في يوم يضيع عليك وإنت بعيد عن ولادك وبعيد عن مراتك. وبعدين مراتك بتحبك، أنا على حسب كلامها اللي أنا سمعته دلوقتي هي لم تخطئ في حقه، يمكن هي اللي تهانت كرامتها، وهي اللي عايزة تصالح، وهي اللي عايزة تصلح، وهي اللي عايزة تقرب. طب أنت منتظر منها إيه؟ توطي بوس رجلك؟ هل أنت هتقبل إن مراتك تهين نفسها وتهين كرامتها أكتر من كده علشان ترد حضرتك؟